السلام عليكم أعزائي الكرام، مرحبا بكم في قناتكم أم لها في المهجر. وصفة اليوم أعزائي هي سابلي بالفلون كراميل، يجي رائع في الذوق. يعني صراحة يستاهل تجربة. أنا هنا مش عندي زبدة طرية، عندي 125 غرام، عندي 70 غرام سكر غلاس، 35 غرام فلون تاع كراميل، عندي 1 صفار بيض، وعندي قريصة تاع الملح، وقريصة كذلك تاع خميرة الحلوى عفوا، وعندي حوالي 200 غرام فارينة. يعني الفارينة حنشوفو على حساب النوعية تاعها. أنا هنا في الريسيبيون درت الزبدة، درت الشكر غلاس، ودرت الفلون تاع كراميل. نعاود نقول لكم، الزبدة هي 125 غرام، والسكر غلاس 70 غرام، والفلون كراميل 35 غرام. نخدمهم مع بعض مليح مليح حتى نتحصلوا على كريمة، يعني يرجعوا طريين بزاف. ولازم الزبدة تاعنا كما قلت لكم تكون على درجة حرارة الغرفة. كما راكم تشوفوا معايا نخدمهم مليح هكذا بالاصابع، يعني حتى اللون تاعو يرجع كلون الكراميل اللي نعرفوه، يجي رائع. احنا بديت نخدم، شعلت الفرن تاعي على درجة الحرارة 180، وخليت الفرن يعني يسخن. نضيف عليهم صفار بيضة، نضيف عليهم صفار بيضاء كما راكم تشوفوا معايا. نكمل نخلط حتى يندمجوا مع بعض. هنا قلت لكم في الاول الفارينة نسحقوا حوالي 200 غرام، انا حطيت قدامي 200 غرام فارينة، ونبقى نضيف فيها بشوية بشوية. نخلي العجينة طرية، يعني الحصول على عجينة طرية. اذا شفتي العجينة بتاعك خلاص هي تمسكت وقعدت طرية اقل من 200 غرام، اللهم بارك. شفتي درتي 200 غرام ومازالها تلتصق في الايدي معاك، ضيف لها القليل، يعني ضيف لها واحد 10 حتى 20 غرام. كيما شفتوا معايا هنايا ضفت قريصه تاع الملح، وهنايا الخميره الحلوه ما ديروش نسباكي، ديروا اقل من نسباكي، يعني ديروا ربع، ولا ديروا على راس ملعقه تاع قهوه ديك الصغيره، ضيفوا عليها غير شويه، يعني ما تضيفوش الخميره بزاف هكذا باش ما يتنفخوش معاكم، يعني راح يخسر الشكل تاعهم. انا كما قلت لكم شفتوني فوت لافارين في الباسوار، نصيروها كما نقولوا، ونقعد نضيف غير بشويه بشويه حتى وين تتلايم معايا وتقعد طريه. هنا بعد ما تجمعي العجينة تاعك تقدري ديريها في بابي اليمونتير، تخليها ترتاح في الثلاجة حوالي نصف ساعة يعني حتى ساعة، ومن بعد تعاودي تحليها في وسط بابي كويسون أو في وسط بلاستيك غذائي. شوفوا كيفاش جات معايا هنايا، انا درت عليها بابي اليمونتير من الفوق، ونفتحها على سمك يعني نصف سنتيم، نقطع اللي حبيتيها الشكل اللي حبيتيه. انا للتزيين نسحق كونفيتور معجون تاع حبل ملوك اللي استعملت، ونستحق كذلك الشوكولات اللي كنت ذوبته في حمام مريم ولا في الميكرون، ونسحق كذلك لي بول ارجنتي. فوالا هادوما اللي نسحقوهم للتزيين. هنا بعد ما فتحت العجينه كما قلت لكم على السمك نص سنتيم، نجيب القطعه ونقطع على الشكل اللي حبيتو. انا خيرت هاد النوع هدايا، هاوليكم شوفوا السمك تاعو. هنا كما قلت لكم يعني الفرن سخن درجة الحرارة 180، هنخليهم حوالي 12 دقيقة، نعسوهم كل وحدة والفرن تاعها بطبيعة الحال. وهذو هما العناصر تاع التزيين اللي قلت لكم عليهم. هنايا يعني ناخد المعجون تاع حبل الملوك، نلصق وحدة بوحدة كما
كما نعرفو كاميفلي سابلي، تقدري ديري حتى كراميل يخرج رائع كذلك، ولا اي نوع تاع المعجون اللي حبيتيه انتيا، سينو الشوكولات. يعني التزيين يقعد اللي عندك في الدار يعني، واللي والذوق كذلك. هنا كامل نعملهم على الكيفية ونحطهم على ورق الطهي، ونزينهم بخطوط بالشوكولات. ونضيف لهم كذلك ليبول أرجنتي من الفوق، كل واحدة ندير لها واحدة. ونزينهم كذلك بالقليل من الورقة الذهبية على جنب. فوالا كما راكم تشوفوا معايا، صراحة نجو بزاف هشاش. نتمنى لي سابلي تاع اليوم ولا الحلوة تاع اليوم تكون نالت اعجابكم. اذا كنتوا اول مرة تشوفوا الفيديو، ما تنسوش الاشتراك للقناة وتفعيل الجرس، هكذا باش يلحقكم كل جديد. ونقولكم صحة قهوتكم في فيديو لاحق ان شاء الله. سلام.